بنرحب فيكم بعليكم بالعافية، وحنحضر لكم أطباق غير شكل. معي الشيف محمد من كايتا. مرحبا محمد، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ مستعد؟ جاهز. قبل ما نحضر شو لازم نعمل؟ لازم نلبس الجلافز. أو أنا حألبس معك. ما هيك؟ معي كمان. محمد شو بدنا نعمل اليوم للناس؟ شو بدنا نحضر؟ معنا عصير فواكه. طبعا مختارين احنا ثلاث أصناف. أناناس وأورانج وموز. فينا نضيف أي فواكه ثانية حسب رغبة الشخص. بس احنا اليوم اخترنا هدول. مختارين ثلاثة بسيطين. وأنت حتتفنن في إنك تعد وأنا حتفنن حقول شو فائدتهم للناس. طبعاً. طيب أكيد. خلينا نشوف شو. إشي كتير سهل وكتير طيب وما بياخذ منكم ثواني، واللي حنعملها هاي بتكفي لشخصين. نعم. نحكي الانجريدينت، شو المقادير؟ حنبلش نقطع السلايس فروت ونجهزين عشان نعملهم بلندينج. طبعا الاناناس فوائده كثيره صح؟ نعم. بتعرف شيء من فوائده ولا انا احكي؟ والله فوائده انت بدك تحكي وانا بدي اتعلم. بدك تتعلم؟ الاناناس طبعا في كثير فوائد، اهمها انه هو غني جدا بفيتامين سي، في غني جدا بالمضادات الاكسده، بيساعد بحفز المناعه تاعت الجسم، بيساعد في مواد كمان بتساعد على الهضم على فكره، وكثير يمكن سمعتوا اشياء اشاعات تطلع على الأناناس إنه بخفف الوزن وبيحرق الدهون. هو ما بيحرق الدهون، ولكن الخصائص اللي موجودة في الأناناس بتحفز الجسم على إنه يهضم بصورة أحسن. هلا شو عم نعمل؟ هلا قطعنا الأناناس. طبعا ناخذ الأورانج. طبعا نحاول نزيل قد ما نقدر من القشر البيضة عشان ناخذ العصير الصافي منه. يعني انا بنصحكم بسكينة اقل، بس ماشي الحال. بس لانه شيف يعني هو بيتحكم. انا بضيع في الموضوع. اوكي، حطينا الاناناس. الاناناس وعبارة عن نص اناناسة، برتقالتين. نعم. وموزة، وبتكفي لشخصين. كل ما زاد العدد بتزيدوا الريسبي. طبعا في بالاناناس انزيم برومالين، وهالانزيم كثير بيساعد على تحسين المهام في جسم الانسان، بتعرف هالحكي؟ وعشان هيك احنا بنقول الاناناس زيد. طبعا البرتقال، ما لما بقول لك برتقال شو فوائده؟ البرتقال فيه له كثير فوائد، زي يعني البرتقال فيتامين بالفيتامينات والالياف. عشان هيك دائما بننصح ناخده كفاكهه. صح. ولكن هلا في ناس كثير على العطش والصيف بحبوا شيء يشربوا شيء بارد، فاحنا بدنا اياه يكون صحي قد ما بنقدر. وطبعا البرتقال غني جدا بفيتامين سي، غني جدا بفيتامين بي 6، غني في بي 1، فبنصح انه احنا ناخذ البرتقال وطبعا نحطه زي ما هو بأليافه حتى نستفيد منه. هلا جينا للموز. موزة واحدة زي ما قلنا الريسيبي لشخصين. لا. الموز غني بشو دخلك؟ غني، انت عم تسأليني شغلات. انا بدي اعلم. بالبوتاسيوم، غني بالبوتاسيوم. وطبعا انت ما بقول لك الواحد عشان يكون سعيد شو يعمل، عشان انا اكون سعيد بدي اعمل اكل موز. الموز بيعطي سعاده. نعم. بيحفز هرمون السعاده لدى الشخص لانه غني في المغنيسيوم وغني في البوتاسيوم. شوفوا هالخلطه الرهيبه، عم بعطيكم كوكتيل خلينا نقول محفز للسعاده، غني بفيتامينات اللي بتقاوم من الامراض، بفيتامين سي. بدك تشغل خلاط ما هيك؟ يلا شغل. بلش. لازم طبعا نحط شويه عصير. ايه عصير برتقال. وراك ممكن نضيف طبعا عشان نقوي شوي. أيوة طبعا. ايه عشان نحرك. أظن كافي هيك. هيك بظن تمام. اوكي، انا يعني اليوم راح اعطي، عبما اجيب الكاسات، راح اعطي 4
وصفات لعصائر مختلفة. بلشناها بعصير كوكتيل، حننتقل لعصير البطيخ وفوائده، بعدين حنروح للليموناضة اللي كتير مهمة هلأ بفصل الصيف، وبنختمها بعصير شو قولكن؟ عنب وأناناس. خلينا نشوف. يا سلام. طبعا ممكن نحن نصفيه، في ناس بتحب تصفيه، انا ما بفضل. وانا بحب خلي انه يضل بهالشكل، انا بفضل انه يكون هيك ما يتصفى عشان يضل فيه الالياف، الالياف الغنية، وعلى طول ناخذ ونشرب، يعني نعصر ونشربه. ليه؟ حتى ما يطير فيتامين سي، لانه هو من العصائر كثير بتطير. ونفس الشيء البي، لانه كمان فيتامين بي من الاشياء اللي بتطير بسرعه، فلنحافظ عليهم. لازم ايش محمد؟ لازم نشربها بسرعه بسرعه بلحظتها. وصحتين. صحتين وهنا. طبعا احنا عملنا العصير الاول هو كوكتيل فواكه، وهلا هنعمل عصير البطيخ. الكاسه الواحده، الحصه الواحده بتعطيني 150 سعره حراريه، 37 جرام كربوهيدرات و2 جرام بروتين، وصحتين وعافيه. وهلا حنروح على عصير البطيخ. محمد شو فوائد البطيخ؟ هلا انا بعرف انك بتعرف وكنت عمالك بتمشي معي اول مره، فهلا بدنا تقول لي شو فوائد البطيخ. البطيخ غني بالالياف وغني بالفيتامين سي، وطبعا فيه تقريبا اكثر من 90% جوس. يعني ما بدي اقول لكم انه 100% تقريبا كلامه، 98% مي، صحيح. وغني فعلا بالالياف، واحلى شيء انه هو مفيد جدا للعطش، وفي مضادات اكسده كثير مهمه، حتى اكتشفوا انه هو بيعالج، يعني بيحمي كثير من انواع السرطانات. خلينا نشوف. تفضل شيف. طبعا البطيخ مقطع بهالشكل حزوز، بنحاول نشيل نحن اللب قد ما امكن. اوكي تمام. انا عندي اوريدي طبعا عندي جاهز، انا بس اورجيكم كيف. بس بنحاول نشيل السيلز قد ما نقدر. كيف نشيلهم؟ اوكي لو في شوكه افضل. أوكي. بس لو عندي شوكه يلا. يلا اوكي. وكيف بدنا نشيل البذور محمد؟ عن شوكه نحن بسيطه، يعني بنحاول قد ما نقدر نشيل السيدز قد ما امكن. محمد كيف بنشيل البذور؟ نحن بنشيل بالشوكه، بنحاول نشيل قدر الامكان البذور. تفضل جرب. بيني وبينك انا هاي بتعطيني اسهل، احنا مشان ما نحاول. انا عندي جاهز هون. وما بتاخذ يعني. طب انت اشتغل على الجاهز وانا بشتغل على اللي انا. طيب. اشوف كيف كم سنه بدها تاخذ مني اشيل البذره. طبعا بنحط بمقدار حبة ليمون. اوكي جوز. اوكي. و السكر. مش بطال شوي. الموضوع. طبعا البطيخ عندي جاهز انا بدون سيدز، بقدر نحطه بهالشكل. ما بيهم التقطيع كيف ما يكون، بس المهم انه مقدار كوب من البطيخ المقطع. طبعا انا عم بنظف زي ما علمني محمد لأسهل لمحمد مهمة إنه يصير بطيخ. والله بس مش الحال. ها؟ ايه مش الحال. يعني طلعت شاطرة إني أنا. لونها أحمر وحلو. شكلها جميل ما هي؟ شو هذا؟ أنا بشتغل أنت بتاخذ على السهل. طيب هلا خلينا نقطعها شوي. أوكي. قلت لكم ما بيهم التقطيع، يعني الشكل ممكن ما يكون كثير، بس إنه بقدر إنه نقدر نقدر نطحنها صح؟ بشيل لك قد ما بقدر من. أوكي. ما في مشكلة هلا طلع حبة حبتين كمان ما بيطلع طعم؟ ما بيطلع طعم. اوكي على ضمانتك ما بدنا يغلط. ممكن انه تحسي بالبذرة بس. اوكي. طيب المهم انه نعطي انه بناخذ 2 كوب من البطيخ، وبناخذ من المحلى السكر المحلى معلقة او معلقتين حسب انتم شو بتحبوا السويتنرز، لانه ننقص من السعرات الحرارية. وبدنا ناخذ حطينا معلقة ليمون. طبعا هذا كله لو تشوفوا قديش في سعرات حراريه، بس 48 سعره حراريه في الكوب وغني بالمي. يلا ممكن نضيف شويه عصير البطيخ شوي بس مشان يتمكسوا. انا عندي جاهز اوريدي.
تعبانه حبه بزر. حاولت قد ما اقدر اني اكون مظبطه الموضوع زي ما انت عصرتهم هناك مثلا. فينا نصب من هذيك كمان، هذيك كانت لون احمر. اوكي طبعا برمضان ما له حل عصير البطيخ، بالذات في الصيف وهلا في رمضان الحر. ما بدي اقول لكم قديش هو رائع عشان يروي العطش، وبنفس الوقت ما في سعرات حراريه زي ما قلنا كم 48 سعره حراريه بس، غني بفيتامين سي فيتامين بي وغني في مضادات الاكسده. يعني بنصحكم كثير انكم تاخذوا عصير البطيخ هتروا عطشكم. وايش بنقول لهم كمان؟ صحه وعافيه وبالهنا والشفاء. هلا بدنا نروح للعصير رقم 3 اللي وعدناكم فيه، وهو عصير شو؟ الليموناضة اللي بتروق الاعصاب. هلا عم نعمل ليموناضة. طبعا نحكي عن الليموناضة الأصلية اللي مش مضافة، اللي هلا شفنا عصير ليموناضة بالنعناع، ليموناضة بالخيار، في كتير أشياء عم تطلع. إحنا هنعمل ليموناضة لأنها هلا ليموناضة إضافة، لأنه بهالجو اللي إحنا فيه بتساعد على إنها تخفف الغثيان، قلبان المعدة، بتريح الجهاز الهضمي خصوصا إذا أخذتوها دافية مش باردة كتير. إذا كانت باردة بتهدي الأعصاب. طبعا غناها بفيتامين سي. دائما بننصح انه الليموناضة لما بتنعمل تنعمل فورا وتنشرب، لانه فيتامين سي اللي هو غني كثير فيها ومصدر من اقوى المصادر، خلينا نقول سريع الطيران، خلال ثواني 98% منه بيكون طار. طبعا في ايضا فيتامينات ثانيه غير انه هو مضاد للاكسده، من احدى خلينا نقول العشر فواكه اللي تتصدر قائمة المضادات الأكسدة اللي بتساعد على عدم أكسدة الخلايا، وبتساعد على إنه تقاوم السرطانات، الأمراض اللي المعدية، وخصوصا هلا أنتم شايفين حار بارد بارد حار، دخلنا مكيف طلعنا برا حر، ما بصير وعم بنصير كله ما فينا لا اتشي وعم نعطس وعم نمرض. فأنا بفضل إنه أنتم على طول تخلوا الليموناضة كأساس من أساسيات نقول السفره اليوميه، شو رايكم؟ وما حتاخذ منكم وقت. الريسيبي اللي حنعملها بتكفي 8 اشخاص، احنا حنعمل لشخصين كميه قليله يا محمد صح؟ زي ما انتم شفتوا 10 حبات من الليمون، وحنحط سويتنر او محلي لحتى نخفف من الحموضه، ومش بس هيك كمان حتى نخفف من السعرات الحراريه. بالضبط. وتخيلوا انه الكاسه فيها كم؟ للشخص الواحد 11 سعرة حرارية مليئة بالفيتامينات والمعادن. زي ما اتفقنا حنقص ونعصر ونشرب حتى نستفيد شو يا محمد من الفيتامين سي اللي موجود فيها. هلا يلا. أنا عندي الليمون جاهز، مضاف له شوي من الماء، نضيف شوي السكري. طبعا مع العشر ليمونات مع العشر ليمونات بدنا 6 كاسات مي باردة لحتى تكفي 8 أشخاص. تفضل. هلا أنا بخبرك شغلة، إنه بتشوفه بالنعنع أطيب صراحة. والله؟ إيه. هلا هو بس الليموناض إنه بشكل عام المتعارف عليه هيك، بس إنه كمان بحطوا له نعنع يعني بيعطي كمان ريحة، بتصير ريحة حلوة بال أنت شف أنا بفضل يعني بتفضلها هيك. نعم. أنا هقول لك على سر. فضل. أنا تيتا كانت تعمل الليمون تقطعه هيك أربع أربع، ونمسك بالجلافز ونعصر بالسكر، ولا تقول لي ليموناضة نعناع ولا شيء، ليموناضة اللي تبع الستي أطيب. خلينا ناخذ مع ستي. جربوها. ما بتاخذ وقت طبعا كتير. انت لما 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 كانت تقطعها وتفركها بالسكر بالمصفايه، فطبعا انت عم تاخذ حتى القشر ما بتقشر محمد زي ما هي، فانت بتاخذ حتى الفوائد تاعت القشر اللي موجوده فيها. يلا عندنا جاهزه يا سلام. وعلى رأي محمد
فيكم تحطوا نعنع زي ما بدكم، بس بتديروا بالكم النعنع اذا مفكرين انكم بدكم تطلعوا تشوفوا اصحابكم على السحور او ما تناموا او تقراوا قران او تعملوا اي شيء، بطمنكم انكم حتاخذوا النعنع من هون وتناموا من هون. فيعني كاسه ليموناضة فريش بتنشط مع نعنع بتنيم. فاذا بتطلعوا الخيار خياركم يا محمد صح؟ لا تشربوا نعناع. الخيار خياركم وصحتين وعافية. صحتين وعافية. هلا احنا عم نحضر عصير العنب مع الاناناس البارد. طبعا نحتاج عنب واناناس، طبعا كوبين اناناس قطعتين اناناس حسب احتياجكم. انا بفضل تاخذوا العنب الابيض اللي ما في بذر، والا حتضطروا انكم انتوا اذا في بذر يقعدوا يطلعوا البذر حتى يستخدموه. طبعا حنحتاج 100 جرام من العنب، هنحتاج ربع اناناس مقشر ومقطع، وهنحتاج ثلج بس ثلج كراشت مطحون. فهلا احنا هنطحنه على البلندر، هنخلطهم كلهم مع بعض وحيطلع لنا عصير عنب بالاناناس البارد. شو يا محمد جاهز؟ جاهز. يلا مع بعض كلنا. حتى البينابل بدي اقطعها شوي اصغر عشان تنطحن بسرعه. اوكي. طبعا كاسه العصير هي فيها حوالي 75 سعره حراريه و15 جرام كربوهيدرات للشخص الواحد بالكاسه الواحده. فطبعا لانه احنا عارفين انه العنب ال20 حبه تقريبا بتعطيني 15 جرام كربوهيدرات، وهو بيرفع السكر بسرعه. فالناس اللي عندهم سكري بدهم يكونوا متحفظين في عمليه شرب العصير، يعني بفضل انه ياخذوها كحبه فاكهه اكثر ما ياخذوها كعصير. اما الناس اللي ما عندهم مشاكل فهو يعتبر كاسه عصير غنيه جدا بالمعادن. العنب كمان من الفواكه خلينا نقول بتساعد على الاسترخاء، فيها مضادات أكسدة كتير عالية، وزي ما حكينا الأناناس كذلك في مواد كتير مفيدة للجهاز الهضمي وبتساعد على تحفيز الجسم في عملية الهضم. فلما نعمل الكومبينيشن هاي أو الخلطة هاي مع بعض كطعم لذيذة محمد وغريبة كمان ذات الشيء، وبنفس الوقت بتعطيني قيمة غذائية كتير عالية. فهلا شو عم نعمل إحنا؟ هلا نحن شبه جاهزين، عم نقطع الأناناس مش لسهولة الطحن. اوكي. والعنب عندي جاهز زي ما حكينا، ربع اناناس مقشرة. ربع اناناس بس احنا عم نعمل كاسة واحدة هلا. و 100 جرام من العنب. هي العنب طبعا الاحمر والابيض. اوكي. بنضيف لهم شوية ثلج. ثلج شوي بس ما نحطهم. هاي ثلج. شو رايك نحط عصير برتقال؟ ممكن نضيف حتى عصير برتقال. ممكن نضيف عصير كمان يعني اي سائل مشان بس سهولة. بس شيء بسيط كثير لحتى يزيد قيمته بالزبط. الغذائية بنفس الوقت بيساعدنا بالطحن. اوكي. اورايت. وهون بتزيد السعرات الحرارية شوي ل 100 سعرة حرارية تقريبا إذا حطينا ثلاث أربع حبات كيوب بس مش أكثر. خليه يخلط عشان يكون لا لازم لابد من البين شوي. اوكي
طبعا انا من الناس اللي لما بعمل اي عصير ما بحب اني كتير اخلطه، لحتى اضلني يعني قد ما بقدر بما اني عامله عصير احافظ على الالياف اللي موجوده فيه، يعني ما يكون كتير دايب وافقد كل العناصر الغذائيه اللي فيه. فضربه ضربتين انا معي على الخلاط بطلع انه هو اندمج مع بعض، اعطاني الريسبي اللي انا بدي اياها الوصفه، ولكن بنفس الوقت انا حافظت على بنفس الوقت كمان بتحسي بطعم اللب، صح؟ بتحسي بطعم، وما بصفي، ما بحب ابدا اصفي العصائر. نفس الشيء زي ما حكينا، كاسة العصير الأناناس مع العنب بتعطيني 75 سعرة حرارية وبتعطيني 15 جرام كربوهيدرات في 240 مل. هلأ حصف لكم كل العصائر وحنذكركم بفائدة كل واحدة فيهم، وإن شاء الله يا رب تكون سفرة سعيدة وعليكم بالعافية. بالعافية. كل واحد له فائدته. كوكتيل الفواكه كان خليط كتير لذيذ بين البرتقال بين الأناناس والموز، واللي حكينا انه غني في البوتاسيوم في المغنيسيوم في فيتامين بي 6 بي 12 وغني بمضادات الأكسدة. طبعا هم الأربعة غنيين بمضادات الأكسدة، ولكن أعلاهم بالألياف هو الكوكتيل والبطيخ، وقلنا ما نضربهم كتير حتى يقدروا يضلوا محافظين محمد على الالياف اللي فيهم. حكينا انه البطيخ شو فيه؟ حوالي قديش فيه مي؟ حوالي 90 ل 98% مي، وهذا كتير رائع. احنا عم نعمل الاشياء اللي تساعدنا في فصل الصيف وفي رمضان، وبتمنى انكم تاخذوهم على الفطور او على السحور حتى انه ترطبوا الجسم، لانه كل شخص بيحتاج حوالي 8 اكواب مي على الاقل. طبعا كل شخص على حسب وزنه، انت وزنك بتضربه في 35 بيطلع كم تحتاج مي في اليوم، فياريت كل شخص يشرب المي اللي بيحتاجها في اليوم حتى يرطب الجسد. وانا بعرف حجتنا برمضان ما في وقت، صح؟ ما في وقت، صح. هاي الحجة مش مزبوطة. إذا أخذناها بالعصائر، أخذناها عن طريق المي، أخذناها عن طريق الشاي الأخضر، أخذناها عن طريق القهوة كمان، إحنا بناخذ كفايتنا من المي. حاولوا إنكم يتوزعوا قد ما تقدروا، حاولوا تاكلوا الفاكهة كفاكهة، يعني ما في لازم إنك تاخذ الفاكهة زي ما هي، بس بالعطش وبموسم الصيف حلو إنك تاخذها كمان كعصير. فأنا باخذ فائتين، هون غنية أكثر بالألياف، أنا بستمتع في كل حبة بأكلها، ولكن هون أنا عم باخذ أكثر من مصدر للتغذية، عم باخذ مضادات أكسدة، عم باخذ فيتامينات، وعم باخذ ألياف إذا عملتها بسرعة وشربتها بنفس الوقت. محمد بتحب تقول لهم إشي لجمهورنا؟ طبعاً العصير يعني بتفضل فاكهة ولا عصير؟ أي مائدة برمضان بتكون متواجد عليها العصير. شو أنت أكثر عصير عندك برمضان؟ بشكل يومي البطيخ. والله بطيخ. انا عندي سوس وتمر هندي. هلا برمضان مشروبات رمضانيه هي لحال اساسيه. ايه. بتحبها؟ طبعا حنحكي عنها ليوم ان شاء الله. اكيد العصائر يعني دائما انا بفضل انه انتم تاخذوها. احنا دائما برمضان بنقول بنفطر على التمر، بنروح بنصلي وبنرجع بناخذ كاسه العصير، بعدين الشوربه، بعدين بيجي الطبق الرئيسي. اولا عم بعمل مساحه، عم بعبي معدتي بالمي، عم باخذ فيتامينات ومعادن. زي ما حكينا اكثر خلينا نقول عصير ممكن ياخذوه من كل العصائر اللي احنا عملناها قليله بالسعرات الحراريه، اكثر واحد الكوكتيل في 150، يليه البطيخ في 48، بعدين بيجي معانا الليموناده اللي فيها 11 لانه حطينا سويتنر، وهي ممكن مريض السكري ياخذها وهو مرتاح بدون ادنى توتر لانه بس 11 سعرة حرارية وما فيها نسبة كربوهيدرات أبدا، جدا بسيط حوالي 1 أو 2 فلا تحسب. وهون بالنسبة كمان مريض السكري ممكن ياخذ الأناناس مع العنب
اذا عمل بالمواصفات اللي احنا حكيناها اللي هي 100 جرام عنب ابيض وطبعا ربع واناناس، بس بشرط انه ياخذ كاسه واحده ويحسبها من ضمن نظامه الغذائي فيها 15 جرام كربوهيدرات. شغله واحده على مريض السكر بس بده يحتاط، انه العصائر ترفع السكر كثير بسرعه، بدك تكون حذر. دائما احنا بنفضل تاخذ الفاكهه عن العصير، ولكن اذا انت حاسس بالعطش وبدك تاخذ، روح للسعرات الحراريه الاقل، سواء البطيخ اللي فيها 48 او الليموناضة اللي فيها 11 سعرة حرارية وكربوهيدرات قليلة. كمان الأطفال مش كتير بحبوا الفواكه، هاي طريقة للأطفال اللي كتير صعبين بالأكل محمد، يعني إذا بتحس طفلك بدك تعطيه استفادة من كل الفواكه بسهولة جدا ممكن ياخد جلاس عصير، بالذات الكوكتيل انت عم بتعطيه، يعني خلينا نقول وكل ما انت تفضلت وتكلمت بالبداية، يعني احنا حطينا هلأ ثلاث أنواع، بس زي ما حكى محمد ممكن تضيف تفاح، ممكن تضيف الفواكه الموجودة اللي عندك بالبيت بالبراد، يعني ممكن أيوة. نشوف أي شيء موجود، ممكن يكون ما شافه أول، ممكن يكون موجود هو عنده بس ما شاف أنه تحضر بأي مكان، ممكن هو يخترع يبتكر أي شيء موجود يعني، وبنفس الوقت تستهلك المواد أول بأول، ما بيضل شيء موجود ستورج يعني. أو هلأ موسم المشمش أظن والجنارك والأسكادينيا وهيك، يعني فيكم تنوعوا بالفاكهة زي ما أنتوا بتحبوا، يعني اللي عندك بالبيت خطه واخلطه على الخلاط وحطه للعائلة على مائدة رمضان لحتى يستفيدوا منها، أو في المواسم العادية خلال السنة. طبعا إحنا لما بنتكلم إنه إحنا بنفضل الفاكهة، لكن العصير ما فيك تحكي إشي أساسي في كل بيت بتروح، لازم تلاقيه عامل أنواع مختلفة من العصائر لنكون عطشان ما بده يقطع وياكل. فإحنا أعطيناكم عصائر بسعرات حرارية أقل وفائدة تغذوية أعلى أكثر. يعني بتمنى أنه نكون بهالوصفة أفدناكم وأعطيناكم اللي ممكن يفيدك ويفيد العائلة بكل أعمارها، لأنه قليل بالسعرات الحرارية غني بالفيتامينات ومشكلنا بالفواكه. الفاكهة اللي عندك بالبيت اضربها على الخلاط، وإذا بتحبها حلوة إذا هي حامضة فيك تحط المحليات لأنها آمنة للاستخدام وما فيها سعرات حرارية. وبتمنى لكم دائما صحة وعافية، وعليكم بالعافية. شكرا كثير وفاء. شكرا كثير محمد.